يعطيك العافية شباب. في هذا الفيديو راح نحكي عن quantitative problems تبعت الميتل اكستروجن and drawing processes اللي هي أسئلة الحل. طبعا في عندنا هاي الجداول والجرافس راح تلزمنا بالحل عشان نطلع قيم K و N واليلد ستريس، فراح نستخدمها في الحل. أول سؤال بيقول estimate the force required in extruding 7030 brass at 700 Celsius if the billet diameter is 200 millimeter and the extrusion ratio is 30. يعني ال area initial على area final 30 ضعف. Initial بدنا نطلع قيمة، طبعا this is hot extrusion، بالتالي بدنا نطلع قيمة K. K small من الجد الجراف اللي فوق على الشمال. بالنسبة لل 70-30 براس، هاي المادة المطلوبة اوكي at 700 Celsius it is around yeah فكرة it's well above it's well above 200. هون حاطها 200 ميجا باسكال، لا هي أكبر. بالتالي خلينا نغير السؤال. عندي 800 اوكي، عندي 800 it is يعني أقرب إنها تكون عندي 800 70-30 براس يعني 200 ميجا باسكال اوكي. هذا الإشراح ميشن اوكي. ال R is 30 اوكي. مش داعي نحسب ال diameter final ولا ال diameter note. لا diameter بحاجة نحسب ال area note اوكي، لأنه قانون ال force بال final بال hot extrusion F equals A node في K لين ال R اللي هي A node A final، بس احنا عندنا already R فبس بحاجة نحسب اللي هو ال A node. A node diameter 200 فباي على 4 200 مليمتر ف 0.2 تربيع. K 200 ميجا باسكال اللي هي في 10 أس 6 في لن 30 اوكي، بطلع لنا الجواب 21.4 ميجا نيوتن. طبعاً هادي هون حط ضرب انها ميجا نيوتن ضرب وين الضرب ضرب ضرب هاي الضرب اوكي، هادي 10 أس 6 بطلع معي الجواب 21.4 ميجا نيوتن. Okay. Assuming an idle drawing process, what is the smallest final diameter to which a 60 millimeter diameter rod can be drawn? الratio, the maximum ratio of reduction في الdrawing إذا كان circular cross section في الideal case هي 63%. Okay. فإذا كان الـ initial الـ طبعا this is reduction في الarea مش في الديامتر، نرد نحسب الarea. إذا كان initial diameter 60 فشو هو الفاينل diameter اوكي. إذا حكينا maximum reduction per pass 63% ideal اوكي، الarea initial by 60 square over 4 تطلع معي 2827 مليمتر سكوير اوكي. الفاينل بده يكون 63% من هذا الريدكشن، سوري ريدكشن بيطلع ريدكشن 63%، فراح يوصل الفاينل اريا اللي هو 27 اوكي 27% ضرب ال 2827 بيطلع
1045 مليمتر سكوير. بقسم على باي وبضرب على 4 وبحطه تحت الجذر بطلع الفاينل ديامتر ذات كان بي ريتش اللي هو 36.5 مليمتر. If you include the friction in the previous problem, would the final diameter be different? For sure, بتصفي 63% reduction غير قادرة يعني غير قابل للتطبيق. حكينا اللي هو واقعية يعني ماكسيمو نقدر نوصل 45% reduction. بالتالي الاريا فاينل راح تكبر والفاينل دايمتر بالتالي مش راح يكون 36.5 راح يكون أكبر من هيك. Calculate the extrusion force for a round billet 250 millimeter in diameter initially made of 304 stainless steel and extruded at 1000 Celsius to a diameter of 70 millimeter. إن هون عندنا الانيشال دايمتر والفاينل دايمتر وعندنا نوع المعدن وعندنا درجة الحرارة 1000. This is a hot extrusion. نرجع لل 304 stainless steel عند ال 1000 سيلسيوس. اوكي. مش موجود عندي 304 stainless steel، موجود عندي stainless steel، فباخذ stainless steel عند ال 1000 تقريبا 400 ميجا باسكال. اوكي. بعوض القانون. اوكي بس لازم الاقي ار. الار اللي هي الباي over 4 دي سكوير. فباي over 4 بتمنح من الجهتين بضل دي سكوير initially over دي سكوير finally بتطلع 12.8. اوكي. تحسب الاريا final اللي هي باي over 4 في 0.25 سكوير. اوكي. في K 400 في لين 12.6 بس it's هي 400 في 10.6 لأنها ميجا باسكال في 10.6. اوكي مادام اخذت ال dimension في المل في الميتر يعني حولت المليمتر لمتر بدي اعوض الميجا باسكال في 10.6 طلع 50 ميجا نيوتن. A planned extrusion operation involves steel at 1000 Celsius with an initial diameter L 100 وفاينل diameter 25. فعندي الميتال ستيل ودرجة الحرارة 1000 it is hot extrusion والانيشال diameter 100 والفاينل diameter 25. Two presses, one with the capacity of 20 mega newton, with the other with the capacity of 10 mega newton, are available for the operation. Is this smaller press sufficient for this operation? If not, what recommendation would you make to allow the use of the smaller press? بدنا نحسب بالتالي الforce. نشوف الforce هل هي within الكاباسيتي تبعت الصغير اللي هو 10 mega newton ولا أكبر منه. إذا أقل منه معناته ممكن إنه نستخدم البرس الصغير، إذا أكبر منه نستخدم البرس الكبير. فبنحسب الأول شو نطول قيمة K small الستيل، والستيل بالرسمة مختلفة عن الستيل. الستيل هي الرسمة اللي جاي فيها زي كيرف مش ستريت لاين. أوكي عند الألف يعني منقدرها ممكن نحكي 350. أوكي نحسب الاريا انيشال نحسب ار. اوكي كي قدرها ب 325 والانيشال اند فاينل ارياز الانيشال اللي هو بوينت 00785 او ممكن نحولها ل ممكن نحولها ل بتصير 78 في 10^4 عشان نوحدهم يعني. اوكي and 3.14 في 10^4 متر سكوير. بالتالي بدنا نحسب الفورس A نود اوكي في K في لن ال 0.00785 اوكي final areas محسوبة directly. طيب بطلع معنا 8.2 ميجا نيوتن
8.2 ميجا نيوتن أقل من الكاباسيتي تبع الصغير اللي هو 10 ميجا نيوتن. بس we should take into consideration إنه the force that we calculated is the idle force. يعني ما حسبناش الفريكشن ولا redundant. بالتالي it is expected إنه ممكن الأكشوال فورس تكون أكبر من 8.2، فبالتالي ممكن تتجاوز العشرة. لا شك أضمن نستخدم اللي هو الكاباسيتي البرس الأكبر اللي له الكاباسيتي 20 ميجا نيوتن، أو بدنا نحاول نضمن إنه تكون الداي على الأوبتيمال أنجل بحيث يكون أقل قيمة فريكشن ريدندنت فورس، ونستخدم لوبريكنت مناسب، أو نرفع درجة الحرارة. رفعنا درجة الحرارة بتقل الفورس المطلوبة. Okay. A round wire made of perfectly plastic material with a yield stress 275 megapascal is being drawn from a diameter of 2.5 to 1.5 in a draw die of 15 degree. Let the coefficient of friction be 0.15. Estimate the drawing force required. Comment on the difference in your answer. Okay. Material مش معطيني التايب تبعها، بس حكي لي انها ايش. Perfectly plastic material. واليلد ستريس 275. فبالتالي رسمة الperfectly plastic material راح توصل اللي هي لعند اليلد، وراح تضلها بعد هيك constant. بالتالي الستريس راح يضله 275 ميجا باسكال، مش راح يتغير. اوكي. الانيشال اريا 4.9 مليمتر سكوير، والفاينل اريا 1.8 مليمتر سكوير. بدنا نحسب اول شيء الايدل فورس اللي هي واي افريج، زي ما حكيت راح تضلها ثابته لانها بيرفكت بلاستيك 275. في اريا فاينل لان هاي الدروينج مش اكستروجن، فالفورس ابلايد على افتر ال داي اكزيت، فبنحط اريا فاينل. في لين اي نوت على اي فاينل بطلع عندي الفاليو. طبعا هون عوضنا 275 ميجا باسكال، والمل والاريا عوضناه بالمليمتر، فمشان هيك حطيناهم راح تكون مليمتر في 10 سالب 6 والميجا باسكال في 10 6 بيلغوا بعض. فالفورس ايديال 496 نيوتن. بس بدنا نحسب with friction الفورس y average في a final في 1 زائد tan الفا على ميو في 1 ناقص a final على a note to the power ميو كوتان الفا. اوكي. منعوض اللي هو الالفا 15 والميو 0.15، بطلع معي 592 نيوتن. بالنسبة لل with friction and redundant، اوكي، ال equation force equal y average في a final في 1 زائد ميو على الفا لن a نود على a final زائد 2 على 3 في الفا. بس هو بدنا نعوض الفا بالريديان، لانه عمالنا بنقسم ونضرب مع ميو ونجمعها جمع عادي، مش عمالنا بنطلع تان وكوتان وكوساين وكوساين، فبنعوض في الراديان. فبيطلع معي الجواب النهائي 866 نيوتن. And this makes sense، انه شفنا with friction زادت عن الايدل اوكي بمقدار تقريبا 100 نيوتن، و with friction and redundant كمان زادت أكثر 866، فزادت عن with friction كمان بحوالي اللي هو 300 تقريبا أو 250. ف that's it. طبعا برضو بالمحاضرة حلينا سؤال اللي هو كان برضو فيه die pressure. يعطيكم العافية.